سيد ماجد الشنغالي، سيد الشنغالي، موقفكم اليوم في الإقليم هو نفس الموقف؟ يعني سلمتوا هذا الموضوع وما يؤول إليه إلى الحكومة العراقية، يكون هو قرارها السيد الكاظمي هو اللي يفاوض، هو اللي يتحدث، أو الوفد اللي المشكل بالحوار الاستراتيجي؟ لو أنتم أيضا أكو عندكم أحاديث أخرى ثنائية مع الولايات المتحدة، وفي حال أنه الحكومة وافقت على شيء ممكن أنتم ما توافقون؟ لا، في البداية الأخ الضيف يقول أنتم لستم عراقيين. أولا نحن أكثر عراقية منه ومن الذين وراءه، لأنه لم يقبل استقبال النازحين من الأنبار وغيرها من الجنوب، وبقوا عشرات الأيام في سبيرز في جسر بزيبز، ومات الكثير منهم. وقصفك الأخير على مطار أربيل تسبب في قتل نازح من الرمادي. اعترافك واضح بأنكم أنتم من تقفون وراء قصف مطار أربيل وقاعدة حرير، ولكن مع الأسف الشديد نحن لا نملك حكومة قوية لكي تحاسبكم، لأن أنت اعترفت بلسانك بأنهم قمتم بقصف مطار أربيل، ونحن من نتكلم عن ذلك، وهذا اعتراف واضح وصريح. والشيء المؤسف الآخر أن كتائب سيد الشهداء هي جزء من الحشد الشعبي، وهي مؤسسة رسمية وتدعي المقاومة. لا أعرف يوما بأن هناك مقاومة وهي جزء من الحكومة. المسألة الثانية، لماذا كنتم تسمون السنة في بداية الاحتلال الأمريكي عندما كان يقاوم الأمريكان ب الإرهابيين وحاكمتم كلهم وفق المادة 4 إرهاب؟ مع العلم أنا أؤيد بأنه من قاوم الاحتلال في بدايته وتخلص من نظام صدام حسين كان يسمى بالإرهابي، ولكن أعمالكم اليوم بقصف أربيل وعين الأسد والقواعد العراقية هي نفسها إرهاب، حالها حال البقية. أما أن موقفنا واضح، وتكلمنا مع الكاظمي ومع الكتل السياسية بأننا ضد خروج القوات الأمريكية من العراق، لأن ذلك سيمنح الجانب الإيراني والفصائل المسلحة نفوذا كبيرا، ولا تستطيع الحكومة من الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق. وغير دليل على ذلك ما حدث في حادثة قاسم مصلح عندما سيطر الحشد الشعبي على المنطقة الخضراء وطوق مقر رئيس الحكومة دون أن يستطيع الدفاع عن نفسه.